يعني أكيد قد ما حكينا عن هذا المكان المميز العابق بالحضارة والإرث الوطني اللي كتير كبير منكم بعدنا مقصرين، حكينا شوي عن تفاصيل المتحف وأقسامه، وهلأ أكيد رح نحكي عن الجانب وأهمية السياحة وما يضمه من مقتنيات ونفائس أثرية بهذا المتحف، أكيد مع خبير المواقع الأثرية والتراثية والدليل السياحي الأستاذ عبد الرزاق الحمصي. يسعد صباحك ونورتنا أستاذ عبد صباح الخير، الرزاق، أهلا صباح وسهلا الخير، انتم فيك. منورين. يسعد صباح الخير، صباحك واهلا وسهلا اهلين، فيك. منورين المتحف انتم. شكرا كلك ذوق، شكرا. بالبدايه بدنا نتعرف بس على الاهميه السياحيه للمتحف الوطني بدمشق. المتحف هو اهم موقع بالجولات السياحيه. هلا الجوله السياحيه للسياحه الثقافيه كانت مدتها تقريبا اسبوع او 11 يوم بسوريا. كان دائما نبدا بزياره المتحف الوطني بدمشق لنعطي للسائح ملخص او فكره شامله عن كل المواقع او اهم المواقع الاثريه بسوريا. فاذا هي زياره المتحف هي زياره مختصره بس جميله لكل مواقع سوريا، يعني كثير كثير مهمه. وكان دائما حتى وقت يقتنعوا او الدليل المتمكن من شرح المتحف هو بيقدر يتمكن من الجروب، بيمسك الجروب 11 يوم هي الجوله الاعتياديه. لذلك المتحف هي بيغطي كل أهم مواقع سوريا من مراحل ما قبل التاريخ. بعتقد في زملاء حكوا على هالمواضيع، بس المتحف فيه كتير كتير كنوز. هلا بنحكي فيها بالتفصيل، فيها كنوز كتير كتير مهمة، يعني كانت ينبهروا السياح حتى اللي مو سياح. بالفترة الحرب هي كان في نشطاء وفي إعلاميين كنجيبهم كمان لهالموقع. دائما وقت يجي الأجنبي يعرف تاريخ سوريا وحضارة سوريا بخف وطئته أو ببطل يخرج سوريا، لأنه بحس بها القيمة التاريخية، لأنه هذا تراث سوري هو تراث عالمي. يعني سوريا الحضارة خلقت فيها، لذلك تراث عالمي. وزيارة المتحف بالنسبة للسياح أو بالنسبة لأي زائر، حتى كبار الضيوف قبل الأحداث كنا ما معهم وقت، كنا نصر أنه ناخذهم جولة لو قصيرة للمتحف ويزوروا المتحف، ومن خلال زيارة المتحف ياخذوا فكرة عن حضارة سوريا. يعني هي الأهمية الكبيرة هذا المكان يلي هو مقصد السياح من جميع أنحاء العالم. اليوم شو بتشوف هي اللي يميز المتحف الوطني في سوريا لهي الدرجة لحتى صار مقصد وحجز لنفسه مثل ما حكينا مكان في العالم كلياته؟ وين أهميته بتنبع؟ هلأ المتحف الوطني حسب آراء علماء الآثار اللي رافقته انه واحد من اهم 10 متاحف بالعالم. يعني الترتيب كثير مهم. الترتيب طبعا مهم، هلا لا شك في قسم بس افتتاح يعني خاصة الكلاسيكي، بس في اقسام تانية لا شك ان شاء الله بالايام القادمة حيفتتحوها. بس قبل الحرب كان في الاقسام الرئيسية كانوا يحبوا القسم حضارة سوريا القديمة، او هم بيسموه حضارة الشرق القديم. حضارة سوريا القديمة هي الالف الثاني والثالث قبل الميلاد، هي المرحلة الذهبية لتاريخ سوريا. وهي هدول يعني حضارة سورية بحتة، مثل موقع إبلة وماري وقريت، هدول ثلاث مواقع ممثلين بآثارهم هون. يعني بحب أقول عن موقع إبلة، الرقيمات اللي بعض الرقيمات اللي كانت موجودة بالمتحف هون دائما بتمثل المكتبة الضخمة اللي اكتشفت بإبلة، اللي 17,000 رقيم. بإبلة موقع رائع جدا، يلي فيه أول برلمان وأول مدرسة وأول مدرسة لغات أجنبية، أول أسواق دولية. يعني إبلة إعجاز، وكانت محاطة بأسوار ضخمة سماكتها 20 متر. بس أهم ما في بإبلة هي الأرشيف تبع إبلة. هن دائما بيقولوا لي كان الأجانب إنه بدنا نشوف الـ Ancient Syrian Culture، يعني حضارة سوريا القديمة اللي هي دول لهم. وفي ثلاث مواقع ممثله بشكل جيد بالمتحف، هي كما قلت إبلة وماري واوغريت. باوغريت قسم كثير رائع يلي بنشوف في اول نوطه موسيقيه واول ابجديه 1400 قبل الميلاد. وفي المجوهرات اللي مكتشفه باوغريت، وفي تمثال من اميره اوغريت اللي هو من العاج، في إعجاز فيها خاصة المجوهرات. قسم ماري قسم رائع جدا. قسم ماري في تماثيل لملوك ملك من إبلة إيكوشميغان، وتمثال رائع جدا.
في المغنية أورنينا يلي بتشوفوها كتير مشهورة، مغنية المعبد كمان، هي من الألف الثالث قبل الميلاد. أهم ما في بماري في مجسم ماكيت لبيت نعم فسحة سماوية محاطة بغرف. أنا عم بحكي من 5000 سنة، هذا الموضوع 3000 قبل الميلاد. المهندس بهداك الوقت السوري قبل ما يعمر البيت كان يساوي ماكيت للبيت، حلو نفس حلو التصميم يلي موجود بدمشق القديمة وحلب القديمة وأغلب، فسحة سماوية محاطة بغرف وفيها مطبخ، عم نحكي 5000 سنة، كتير حلو يعني هي من أجمل القطع. في القسم الكلاسيكي اللي قطع جميلة جدا بالقسم الكلاسيكي، في أميرة بانياس الجولان قطعة من البرونز من إلا السيريان جوكاندا، يعني قطعة رائعة جدا عمرها تقريبا 1700 سنة، مصنوعة من البرونز، شعرة تم كل التفاصيل، تحفة فنية رائعة. كان السياح يوقفوا كتير عندها تمام مشان يتفرجوا عليها، حتى يحتاروا انه مبتسمة ولا زعلانة. في 3 اتجاهات نعم من تمام اليمين مبتسمة، من اليسار زعلانة، من الوسط عم تتأمل، كثير حلو يعني كتير بتحير. هاي بس أقدم من الجوكندا بكتير، نعم من إلا تمام سيارة بس هي أقدم من نعم الجوكندا. في قسم المنحوتات التدمرية الرائعة، يعني تدمر كانت هي مدينة سورية أرامية مشهورة بالمنحوتات التدمرية المميزة، بتختلف عن التماثيل الرومانية. التماثيل الرومانية كانت شبه عارية أو شبه عارية، التماثيل التدمرية صاعية لابسين، حتى بيستخدموا غطاء الرأس قبل الإسلام وقبل المسيحية، بس جمال رائع نعم وبيبين عليهم الثراء والثقافة. كانوا أهل تدمر ثقافتهم عالية جدا أكيد ومشهورين بالمنحوتات، لذلك هون أجمل قسم بشوفه كمان بالقسم الكلاسيكي هو المنحوتات التدمرية. في مينيرفا آلهة الحرب من السويدة، في منحوتات بازلت كمان كتير جميلة. كمان اصلا شجعتنا نشوفهم كلهم طبعا نتعرف عليهم. طبعا عم تحكي بكل سعاده، قريت كثير عنك استاذ ولقيت انه انت ما بتوافق على جمله سوريا مهد الحضاره، لانك بتقول انه الحضاره هي خلقت من سوريا اول شيء، وثاني شيء كدليل سياحي. خلينا نحكي عن الدور المهم في ابراز الصوره الحضاريه والتراثيه للسياح، وكيف كان ردود فعل السياح والتفاعل معكم. هلا لازم نحن نقدم تاريخ. انا في شغله احيانا كثير ناس عم تبتعد عن التاريخ لانه عم تقدمه بطريقه جافه، تمام يعني الشخص اللي عم يقدم تاريخ ما له مبتسم، يعني عم كانه عم يخانق مخانقه. نحن لازم نقدمه بوجبه لذيذه مثل المطبخ السوري، المطبخ أكيد اللي بتقدمه امي بتلاقي بتقدم المطبخ بطريقه لذيذه مثل لوحه فن تشكيلي. لذلك كمان لازم نقدمه هيك ونبتعد عن المصطلحات، حتى السائح الاجنبي ما بيعرف المصطلحات القويه، البرونز وسيط وهالقصص هي، طبعا لازم نبسط الامور وبطريقة حلوة وسلسة. وأنا كنت أدرس ثقافة السائح، يعني الكالتشر باك جراوند هي ضرورية، كل سائح أعطيه على هواه كيف بيفكر. تمام السائح الهولندي له طريقة، والبريطاني له طريقة، والألماني له طريقة، والأمريكي له طريقة، حتى العربي له طريقة كمان مختلفة. لذلك قصة إنه الحضارة خلقت هون، لأنه كلمة مهد الحضارة دليل الهندي بيقولها ودليل المصري بيقولها ودليل التركي، كلمة جملة مستهلكة. تمام لذلك الأهم الحضارة خلقت هون، وفعلا خلقت هون، مظبوط خلقت هون، لأنه كنت عم أقول لكم نحن هون كل شيء، عم أول نحكي عن ملعب، تاريخ سوري عمره أول أكثر من ملعب، مليون أول نوتة سنة، موسيقية، مظبوط. أول رموز كتابية من 12000 سنة بتل الأحمر. بس كثير من العالم ما بيعرفوا إنه أول ملعب هو موجود بطرطوس، يعني طبعا ما ما بيعرف يعني بيعرفوا يعني 1600 قبل الميلاد، فضروري نسلط الضوء على طبعا هالمعلومات المهمة. أكيد وبطريقة حلوة، أكيد بطريقة طبعا حلوة. لذلك أنا كنت استمتع كتير بالشرح المتحف. على فكرة أنا من أول مرة زرت المتحف كان عمري 12 سنة، تمام وبيعرفوا هون حتى الجيل اللي قبل، عاصرت كل المدراء اللي كانوا سواء مدراء الآثار أو مدراء المتحف بيعرفوني، وفتحوا لي المكتبة الضخمة دائما من وقت ما كنت شاب صغير لأني فوت وانهل من هالمتحف. هذا المتحف أنا من وقت ما 12 سنة لهلا، بس آخر 25 سنة طبعا مارست زيارات أكيد مع الضيوف. هلا في شيء كتير مهم، هلا الأجنبي أو الأوروبي والروسي بيعرف منيح عن حضارة تاريخ سوريا، بس للأسف السوري ما كتير بيعرف. هاي لذلك أنا بوجه المفارقة. دعوة نعم مهمة، زيارة هالمتحف هي زيارة ممتعة، يعني رب الأسرة إذا بيجيب أسرته خاصة الأطفال تمام وبيزوروا هالمتحف
وبيتعرفوا على تاريخ سوريا المشرف، يلي بيصير عنده انتماء، بيزيد انتمائه، لأنه إذا بيعرف جذوره المشرفة أكيد وتاريخ سوريا المشرق بيزيد انتمائه لهالبلد وما بيقعد بيأذيها. طبعا بعدين هي زيارة ما لها مكلفة، هي بوسط المتحف، بوسط المدينة بيزور المتحف جوا، وبعدين في حديقة متحف بالهواء الطلق كمان بترد الروح بيزوره، الحديقة والقعدة وفي فيها مقاعد بيقعد فيها، في طبعا. كافتيريا كمان ظريفة لطيفة بتقدم شغلات خفيفة. يعني زيارة كتير ممتعة وما لها مكلفة، وبنفس الوقت هي ما عم اقول انه تثقيفية، زيارة ترفيهية بس بتعطي هيك روح الانتماء لهالبلد وروح الثقافة كتير طبعا جميلة. يعني أنا أول مرة زرت المتحف كان عمري 12 سنة، عشقت المتحف. خلاك تعمل دليل سياحي. كيف؟ هو هو السبب خلاني المتحف وكل سوريا، أكيد كل سوريا سنة، جمال، سوريا بس من جمال 12 مو سنة طبيعي. يا أستاذ عبد الرزاق يعني عمر صغير، إنه بنشوف إنه طفل يعرف التفاصيل، يفوت بهي الحيثيات، ويمكن أسئلة الأطفال تكون دائما أكثر من الكبار، بده يعرف كل تفصيل ويعرف يمكن كل تحفة عن شو بتحكي، لأي زمن، راح تكون أسئلتهم كتيرة. تمام، برافو عليكي. هلا انا في اطفال جبتهم، حتى عم جيبهم لهون، بجيبهم لهون وبيزوروا المتحف وبقدم لهم اياها بطريقه لذيذه. هلا للاسف انا وقت زرت المتحف مع جروب مدرسه كانوا يقولوا لنا امسكوا ايدين بعض ولا تحكوا ولا تسالوا. بعدين انا صرت وقت زوره لحالي كانت زياره ممتعه. وبعد فتره كان في الله يعطيه الصحه وطول العمر الاستاذ بشير زهدي امين المتحف كان يعمل لي جولات، شافني نعم مهتم يعمل لي، هو فتح لي كمان المكتبة الضخمة اللي موجودة انه انهل منها. صرت استمتع. بس لذلك نحن كمان وقت نجيب اطفال تمام، يعني ما حلوة امسكوا ايدين بعض، اتركوا يسأل، اتركوا ناخذ يتفرج. راحته. حتى انا السياح بعد ما خلص الشرح، انا جولة تقريبا ساعة ساعة ونص بفرجيه اهم الموجودات بالمتحف، بعدين بعطيه وقت حر يستمتع، خاصة بالحديقة. هون حديقة، فيها حديقة كتير جميلة وبالإضافة مزينة بآثار، صحيح بتحف كتير رائعة. يعني متحف تاني، هي من أجمل الحدائق الأثرية بالعالم، نعم يعني ممتعة جدا. لذلك الطفل اتركه يشوف بعد ما تشرح له تفهمه، اتركه لحاله يطلع، ما تقول له والله مسك إيدك وجزر. طبعا وبعدين وقت اللي عم يطلع، شوفي إذا بدنا نقدم مادة نحن يفهمها الطفل، بننزل لعند الطفل أكيد نقدم مادة تشبهه بطريقة تشبهه. أكيد هو حتى بقول بحبها. للإعلام، أنا الإعلام بقول لهم الإعلام الناجح تقدموا الناس تقدموا بالطريقة اللي تشبه، حتى أكيد وقت بدنا نقدم التاريخ والآثار نقدمها بطريقة تشبه الناس، ما تمام نكون نخبويين أكيد وصعبين مع الناس. أكيد. أستاذ خلينا نحكي، مثل ما بنعرف سوريا هي الشمس، هي تعني الشمس، خلينا نحكي باختصار عن التاريخ السوري وتجربتك لأكثر من 25 سنة كدليل سياحي، خلينا نعرف منك. تاريخ سوريا غني جدا، بس هي سوريا طبعا تعني الشمس. وعلى فكرة ضمن المتحف في قرص الشمس منحوت، مظبوط كان شعار سوريا وشعار الممالك أكيد الآرامية من 700 قبل الميلاد أو 1000 قبل الميلاد ل 700 بعد الميلاد، قرص الشمس. طبعا قرص الشمس هذا كان الرمز الوطني للممالك السورية الآرامية. طبعا تاريخ سوريا هي تواجد البشر من أكثر من مليون سنة، وفي طبعا آثار، في قسم آثار ما قبل التاريخ موجودة، في أول قبر منظم عمره 100 ألف سنة لطفل الدردرية كمان موجود هون بالمتحف. تمام إذا بنحكي على المواقع، في الخط الحضاري الأول هذا كتير مهم بالألف الثالث قبل الميلاد، يلي هو حلب، إبلة، حما، المشرف في شرقي حمص ودمشق، تمام هدول 5 مدن الخط الحضاري الأول اللي انطلقت منهم كل حضارات العالم. هدول كانوا بالألف الثالث أو من 5000 سنة مدن محاطة بأسوار، فيها قصر الحاكم، فيها نظام سياسي واقتصادي، فيها مكتبات. إعجاز، خاصة إبلة. أنا دائما إبلة بحكي عنها كثير، بيقولوا لي إبلة يور لاف، لأنه كثير بحبها إبلة. إبلة فعلا أكيد حضارة الكون موجودة بإبلة، طبعا والأرشيف إبلة غطى كل نواحي تاريخ شو العالم بعده كلياته. اكيد. نعم يعني استاذ عبد الرزاق، متعه كثير كبيره اضفتها لفقرتنا لليوم، نتمنى كل الاسر السوريه يكون هذا عندها هذا الوعي، تاخذ اولادها يمكن تعرفهم على هذا المتحف، يسالوا كثير، يكون عندهم دليل سياحي مثل حضرتك، لو عنده اجوبه. في أدلة بالمتحف نعم محلية للمتحف بيقدر ياخذوها. نعم وهي أنا من وقت ما طلبوا مني، اللي طلبته مني عم ركز على النقطة، إنه الأسرة السورية
تجي لهالمتحف. أكيد أكيد أكيد. شكرا لك. شكرا متشرف أكيد بحضرتك، أكيد شخصية إعلامية وثقافية وسياحية، محب للبحث والاكتشاف، أحب التراث، فكان التاريخ أيقونته، كان لنا الشرف أن نقعد معك.